يس احنا تقربنا لهي المدينه، وهي المدينه راح توصلنا للبوابات السحريه، وعن طريق هالبوابات راح نقدر نقضي على هذا التنين الاخضر المتوحش. واو اي سندباد، يلا امشي بعد، احنا لازم نوصل على السريع ونحمي كل الناس، لان كلهم بسبب هذا التنين تحولوا الى جماد، واحنا لازم نساعدهم. اي طبعا، يلا خلينا نروح. بس احنا وين وصلنا؟ اوكي نو وصلنا، يلا خلينا ننزل يم هذا الجسر حتى نعبر للمدينه. يلا خلينا ننزل. ايه سو نزلت صحت الجسر، بس واو هالمدينة مبينة كلش حلوة، انا ما كنت متوقع هالمدينة. واو يلا اوكي هسه ايش راح اسوي؟ تعال عمي انا راح اروح افتر واتفقد المدينة. اوكي سندباد، وانا يوم راح اتفقد المدينة وبعدين نلتقي. اوكي يلا خلينا نروح على السريع. اي صار ببدايه لازم اتفقد هاي المدينه، لاني سمعت ان البوابات السحريه موجوده بمكان سري ومحاطه باوراق الشجر، بس ما اعرف وين راح ابحث. بس يلا اوكي لازم ابحث داخل المدينه لحد ما اعثر على البوابات. يلا خل اروح. اي صار وصلت سندباد لهاي المدينه، وهسه لازم هو يعثر على هاي البوابه، بس انا ما اقدر بعد اظل وياه، لاني رجال كبير ولازم ارجع. زين شو اسوي؟ ها اوكي انا فكرت هسه اشتري له طير حتى يظل وياه، يعني بعد ما اقدر اظل وياه. اوكي خليني اشوف هاي الببغاء ايش قد سعره. مرحبا. اهلا. انا جيت اشتري ببغاء، بس اريد الببغاء متكلم. ها ببغاء متكلم؟ اي اوكي انا عندي هذا الببغاء الاحمر وهذا متكلم، وانا لقيته بالغابه، اذا تريد اعطيك اياه بخمسه دايموند. خمسه دايموند؟ إيه اوكي طبعاً. كل زين، انا لازم اشتري، يعني عندي سندباد يحب الببغاء كلش، يلا راح اعطيك خمسه دايموند. اوكي. ايه صار اشتريت هذا الببغاء، ولازم هسه اروح ابحث على سندباد وانطيه اياه حتى انا ارجع لقريتي ذيك. اي طبعا، حتى يوم المحل قالت ان هالببغاء متكلم ويعرف يحكي مثل البشر. يلا خل اروح. وصار قد بحث داخل المدينه، بس ما عثرت على البوابات السحريه، ما اعرف وين راح اثر عليه، لان المدينه كلش كبيره. زين شو اسوي؟ اوكي خل اطلع من هذا الاتجاه. سندباد. نعم. يا سندباد انا اشتريت لك هذا الببغاء، لان تعرف انا بعد ما اقدر اظل وياك، وانا اشتريت لك هذا الببغاء حتى هو يظل وياك. شنو؟ هذا الببغاء؟ واو بس هذا الببغاء مبين عليه كلش حلو. اوكي هسه انا راح اعطيك اياه وحاول تعتني به. اسمحني زين يا سندباد، هسه انا اعطيتك هذا الببغاء ولازم تعتني به، ولازم تعثر على البوابه، وهسه انا راح اروح. راح تروح؟ اوكي. وهسه ايش راح اسوي ثاني؟ انا اخذت الببغاء، بس انا كلش احب الببغاء. تعال يا ببغاء، انت شنو اسمك؟ يقولون انت تحكي. يلا اوكي هسه ايش اسوي؟ انا لازم هسه اشوف لي بيت حتى اظل بي، وراح اعثر على البوابه، يلا خلاص اشوف لي بيت. يس انا اجرت هذا البيت وحتى جبت الببغاء وياي. اي طبعا انا لازم انا اظل بالقريه كم يوم لحد ما اعثر على البوابات السحريه. بس بدي شو اسوي؟ ها اوكي خل اسمي هذا الببغاء. شو اسميه؟ اوكي راح اسميه كوكي. كوكي شنو؟ لا ما اسمح لك، انا عندي اسم واسمي ياسمينه. شنو ياسمينه؟ لا هالببغاء صدق يحكي، بس ياسمين هذا اسم بشر وانت حيوان، شلون اسمك ياسمينه؟ تقول حيوان؟ شو اسمع زين، انا ما اسمح لك، دربك السحري مره ثانيه حيوان، انا بشر، دربك تقول حيوان. واسمي ياسمينه. شنو؟ انت بشر؟ لا مستحيل، زين شلون اسمك ياسمينه؟ بس انا قاعد اشوف ببغاء قدامي. لا انت ما تعرف شو صار بي، كله بسبب هذا التنين الاخضر، هو اللي سوى بي وحولني. شنو؟ التنين الاخضر؟ اي طبعا. لا مستحيل، ما تحولت ببغاء. التنين الاخضر، بس انا سامع ان هذا موجود بالغابه ولازم نروح له عن طريق البوابه السحريه، بس شلون حولك هذا التنين الاخضر الى هيجي؟ انا كله بسوي اهلي منعوني اني اروح الغابه، بس انا رحت الغابه وشفت هذا التنين الاخضر هو هيجي حولني. شنو؟ يعني انت رحتي للغابه، بس تعرفين هالغابه مكان كلش خطر، وانت شلون لازم تروح؟ لازم ما تروحين هناك. ما ادري بعد، انا رحت وقلت خل استكشف، ولان كلش عجبني هالغابه، شفت غابه كبيره وقلت خل استكشفها، بس من شفت التنين هيجي صرت وبقيت هيجي. اوكي بس بوع انت ابد لا تهتمين، لان اصلا جايب مهمه وحتى جايب وياي سيف الدايموند، وقلت لازم اعثر على ذا التنين واقاتله، لان مو بس انت تحولتي، اكو كلش هواي ناس تحولوا، واكو حتى تحولوا الى جماد، واحنا لازم نساعدهم حتى يرجعون لطبيعتهم. يعني راح تساعدني وارجع لطبيعتي؟ اي طبعا. ارجع ياسمين الانسان. بس باعي انا بالبدايه اريد من عندك شيء مهمه، تعرفين؟ اي طبعا، انا سجلت الى هالقريه اللي سمعت انه اكو بوابات سحريه موجوده بهالقريه، وهاي البوابه محاطه باوراق الشجر، وانت لازم تساعديني وتبحثين وياي. اي طبعا اروح اطلع ابحثك بكل مكان الى ان القى هذه البوابات. اي كل زين. لحد اوكي هسه بالبدايه لازم نطلع نبحث لحد ما نثر البوابه، يلا تعالي. يلا امشي.
يلا تعال خلي نروح، بس بداية اسمعني يا ببغاء، هسه لازم بداية اطلع من الاتجاه. ببغاء شنو؟ شوف اسمعني زين، انا بعد ما اشوف اذا صح ببغاء، اني اسمي ياسمينة. انا شو بدي نسيت؟ ماني قاعد اشوف ببغاء قدامي، بس يلا اوكي اوكي، تحية ياسمينة، هسه راح اطلع من الاتجاه وانت اطلع من الاتجاه، اوكي؟ اوكي اوكي ما يخالف، يلا خلينا نروح نبحث. اوكي اوكي. يا سونسن ديبوت، قلت له راح اقضي على هذا التنين الاخضر وبعدها ارجع طبيعتي، وانا كلش فرحانه، بس بدي شو اسوي؟ لازم اعثر على البوابات يطبعون، اذا عثرت عليه هذا سنديبوت راح يقدر يساعدني، بس هو انا راح ادور. اوكي احتمال من جي لانه هو قال لي مضغطي بورق الشجر، وين راح اروح؟ اوكي بس وحيل انا اجنكو شويه، خلي اروح من هذا الجهه ومبحث، يلا خلي اروح. يا سونج قد دورت هنا وبحثت تحت الاشجار بس ما قاعد اعثر على البوابه السحريه، انا لازم اعثر عليه. اي طبعا ياكو كل شوي ناس منتظرين اني اساعدهم حتى يرجعون لطبيعتهم، حتى الببغاء ياسمينه تقول انه اني بشر، شو اسوي هسه؟ اوكي خلي ابحث بغير مكان، يلا خلي اروح. هيل هسه انا قد افترت بالمدينه وما لقيت على ذني البوابات، ابد ما عثرت عليهم، بس يلا اوكي خلينا هذا الجو وشوف بلكي القاهم. شنو هذا المكان؟ مو شجره بأوراق شوية، يعني ما أقول لك أكو شي نوم مخبئ، بس يلا أوكي خل شوف شنو موجود هنا ممر، بس شو راح أسوي أني؟ لا ما أقدر أسوي أي شي، لا أحسن شي أروح السندباد وأصيح أشوف هذا المكان، يلا خل أروح. يا سوني كلش تعبت وبحثت بكل مكان وما عثرت على البوابات، بس أوكي راح يصير يجي الليل وخلاص أنا كلش تعبت، خلي أروح أرتاح وباجي من الصبح هم أبحث، يلا خل أروح. سندباد سندباد. نعم نعم يا سمينة. شوف هسه لقيت مكان ومكان كله أوراق، يعني مثل مخبئ، تقدر تجي تشوفه؟ شنو؟ اكو عثرتي على المكان؟ اوكي اوكي، لحد يلا خلي اروح اسرع دليني عليه. يلا يلا تعال. اوكي اوكي. يلا ما تعال يا سندباد. اي سوني جيت. قاعد اشوف هالاوراق الهواية. هاي صحيح. هذا المكان ما اعرف احتمال يكون شيء. صحيح بس هالاوراق شجر موجودة بالارض، المفروض تكون عالية كلش، بس اوكي خليني ابحث هنا. واو ايش قاعد اشوفوني؟ قاعد اشوفكم ممر سري موجود جوي. هذا المكان؟ اي طبعا، يلا خلينا نحاول نكسر هالاوراق الشجر ونشوف شنو موجود جوا. واو اي صحيح هي البوابات السحريه. واو ايوه لقينا هذه البوابات. اي طبعا راح تقدر تقضي على التنين وترجعني لطبيعتي. بس هاي كتله بوابات، اكو البوابه الزرقاء والبوابه الخضراء والبوابه الحمراء، بس تعرفين شنو؟ انه هاي كل بوابه توديني الى مكان. صحيح زين، شلون راح تعرف انه هذا التنين الاخضر انه موجود؟ لا انا اعرف انه التنين الاخضر موجود هنا بهاي البوابه الخضراء، بس تعرفين احنا ما نقدر هسه نروح، هسه كلش تاخر الوقت، لازم باكر من الصبح نجي لهذا المكان حتى نروح. اوكي؟ اوكي اوكي. يلا خلينا نروح. ياس صار الصبح بس مو اليوم كلش متحمسه، بس لازم اقعد سندباد حتى بعد يقاتل هذا التنين الاخضر وارجع لطبيعتي. اي طبعا اني مو ارده ابقى ببغاء، ياس خلي قاعد على السريع. سندباد 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 سندباد، قلت هسه صار الصبح. نعم يا سمينه هسه انا قعدت، بس اوكي هسه صار الصبح. يلا بس احنا لازم نروح لهالبوابات حتى ارجع لطبيعتي، انا مو ارده ابقى ببغاء. اوكي اوكي، بس لازم تعرفين يا سمينه انا بداية ما اقدر اروح اقاتل هذا التنين الاخضر، لهذا كلش قوي، يعني سيف الدامود ما يكفي، يراد سيف كلش قوي، بس انا هسه اعرف شنو الحل. هسه مثل ما شفتي اكو ثلاث بوابات، بوابه توديني الى العالم الحديث، راح تنقلنا الى العصر الحديث. شو هنسوي؟ باي لازم نروح العصر الحديث ونشتري من هناك سيف كلش قوي حتى نقدر نقاتل هذا التنين. يلا اوكي كل زين. يلا اوكي، يلا تعالي على السريع، خلينا نروح. يلا تعالي. يس احنا وصلنا، يلا تعالي يا سمينه، خلينا نروح وندخل. بس اوكي هسه يا بوابه، انا اللي اعرفه ان البوابه الزرقاء هي اللي تنقلنا العصر الحديث، لازم نجيب هذا السيف، هذا السيف كلش قوي. اوكي؟ يلا اوكي، لا خلينا ندخل هسه بهذه البوابه. يلا تعالي. واو بس احنا جينا من هالبوابة، وصلنا الى العصر الحديث، يلا خلينا نصعد. بس مين نصعد؟ اوكي اكو درج هنا، يلا خلينا نبتعد. وشوف شو هذا المكان؟ هاي شنو هذا المكان؟ اي صحيح هاي احنا جينا للعصر الحديث. هذا المكان كلش حلو. اي طبعا، بس هاي شنو هاي؟ هاي شنو هذا اللون الاخضر؟ ما قاعد ارفع قاعد يمشي بنص الشارع، شنو هذا؟ ما ادري، ما اعرف هذا شنو هذا العصر الحديث؟ مو نعرف. اي صحيح، بس هاي شنو؟ واو هذا حتى الطريق كلش حلو. يلا تعالي خلينا نستكشف هذا المكان ونحاول نعثر على المكان اللي يبيعون هذا السيف، يراد ان السيف كلش قوي حتى نقدر نقاتل التنين. يلا تعالي. يا سمينة هسه احنا استكشفنا هذا المكان، بس واو هاي شنو القرية؟ هاي القرية كلش حلوة. طبعا انا اول مرة اشوف هيجي مكان، وهذا المكان كلش حلو. بس باعي احنا ما يصير نبقى بهذا المكان، احنا لازم على السريع نروح نبحث على السيف ونشتري ونرجع لعصرنا على السريع. اوكي؟ اي طبعا طبعا، بس بدي شو نسوي؟ وين راح نلقى باع السيوف؟ ما ادري، بس تعالي احنا هذا المكان ما بحثنا به، تعالي خلينا نبحث. يلا تعالي.
يس احنا قد بحثنا بس واخيرا عثرنا على محل السيوف. يلا نشتري السيف وبعدين نقاتل هذا التنين الاخضر. اي طبعا يلا تعال يا سمينة على السريع، بس لازم نختار سيف قوي. مرحبا، اهلا اهلا، احنا جينا نريد سيف كلش قوي، بس نريد اقوى سيف عندك. تريدون اقوى سيف؟ عندي مثل ما تشوفون كل السيوف عندي، عندي الدايموند وعندي الايرون وعندي حتى الذهب وعندي حتى هذا السيف الثلجي. صحيح عندك سيوف كل شوية، بس أنا ما أريد أني سيوف، أريد هذا السيف اللي خاله فوق. شنو؟ تريد هذا السيف؟ لا 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 مستحيل، أنا ما أقدر أبيع هذا السيف. شنو؟ بقى تبيعه؟ لا لا أنا أريده، لأني أعرف أنه هذا السيف هو أقوى سيف. أوكي، بس إذا أبيع الكمية هذا سعره كلش غالي. شنو سعره كلش غالي؟ أوكي، إيش قد ما تريد دايموند راح أعطيك. إيه يا سون اشتريت هذا السيف، لأنه هذا السيف الوحيد اللي قادر يقتل التنين. السيف شكله كلش حلو، ايه وشكله حتى غريب. إيه طبعاً، هو هذا السيف الناري، هذا أقوى سيف بالعالم. بس إحنا لازم نستعجل حتى نرجع لعالمنا. إيه طبعاً. هذا العالم غريب علينا. إيه طبعاً، إحنا ما يصير نظل بهذا العالم، يلا تعال يا سمينة، لازم نروح البوابة ونرجع العالم، يلا تعالي. يلا يلا مشي. يس احنا رجعنا لنفس المكان اللي موجوده بيه البوابه. واو نعم المكان كلش حلو، يعني معقول احنا بعد كم سنه نصير هيك وصلنا في السماء؟ لا لا لا، هذا العصر الحديث، هذا يحتاج بعد مئات السنين، يلا يصير عالمنا هيك يصير كلش حلو. صحيح هذا عالمهم كلش حلو. اي طبعا، بس يلا احنا ما يصير نبقى هنا، لازم نرجع لعالمنا، يلا تعالي. يس احنا رجعنا البوابة السحرية. وجبنا هذا السيف. بس شوف يا سندي بود، نعم اريد اسالك اكل بوابتين، شنو هذه البوابات؟ اوكي، باي هاي اني قارن بوابة الحمراء تنقلنا الى كيف، بس هذا الكيف موجود داخل علاجات يرجع اي انسان لطبيعته. بس تعرفين احنا لازم نقضي على التنين حتى يرجعوا كل الناس مو بس واحد. زين شوف انا عندي فكره، زين ليش ما ترجعني انا طبيعتي؟ يعني تقول هذه البوابة الحمراء واعالج نفسي وارجع انسانه حتى اقدر اساعدك ونقضي على التنين. اي صحيح، واي صحيح خوش فكره. اوكي حتى انا عندي سيف دايموند اقدر اعطيك حتى تساعديني. كل زين لا خلينا ندخل بهذا البوابه حتى ارجع لطبيعتي. اوكي يلا تعال خلينا ندخل البوابه، يلا تعالي. يس احنا جينا الى عالم الكيف، واو هذا العالم كلش حلو. بس شنو هاي ورق الشجره مغطيته؟ شو راح نقدر نعبر؟ اي طبعا، بس بعد البدايه بحوا خلينا هذا الحبل، خلينا ناخذ الحبل بالبدايه ولازم نطلع. بس انتبهي ترى هذا العالم خطر كلش. اوكي يلا اوكي، خلينا نحاول نكسر هسه هاي ورق الشجر وخلينا نطلع. اوكي هسه خلينا نطلع. واو صحيح هذا شنو هذا الكيف؟ هذا كلش كبير. هذا الكيف؟ هذا كلش عملاق. اي طبعا، بس وين راح نبحث؟ هذا الكيف كلش كبير، ولازم نبحث عن العلاج اللي رجعك لطبيعتك. بس يا سندي بود انا كلش خايفه، يعني اتوقع انه يطلع لنا حيوان مفترس او شخص، ما ادري. صحيح، انا حتى سمعت انه موجود داخل هذا الكيف وحش، بس عادي انا اقدر اقضي عليه. وحش؟ بس احتمال هذا الوحش يلزمني ياكلني. لا تخافين، انا موجود عندي هذا السيف، يلا تعالي على السريع، خلينا نبحث بهذا المكان كله لحد ما نعثر على العلاج، اوكي؟ اوكي. يلا تعالي. يلا تعالي يا سمينة، هسه احنا بحثنا بوجهه بس ما عثرنا على شيء، بس واو اكو حتى هنا ذهبي. صحيح، انا موجود ذهب، بس هذا الكيف كلش حلو. اي طبعا. بس اسمعني، انت متاكد انه راح نلقى العلاجات؟ اي طبعا، هو انا هيك قريته موجود العلاج، بس تعرفي هذا الكيف كلش كبير ولازم نبحث فيه كله. اوكي شو اسوي؟ اوكي صار عندي هذا الحبل، ليش مر حبل هنا؟ يلا اوكي خلي انزل ولازم ابحث، بس هو كله هذا جوا، بس يلا اوكي وين انزل؟ اوكي خلي انزل هنا. زين اوكي، بس يا سندي بود من اي جهه راح نروح؟ اوكي بس احنا لازم نبحث بكل الجهات لحد ما نعثر على العلاج، بس شو اسوي؟ اوكي بس خلي اعبر على الجهه الثانيه، اشمر هذا الحبل واعبر. يلا اوكي هسه خلي انزل هنا، لازم ابحث بهذا المكان، يلا تعالي. بس احنا ايش قد دورنا ونزلنا حتى يم اللاذه وما حثرنا على العلاج. شوف اسمعني يا سندي بود، نعم هذا الممر احنا ما اكتشفناه، صحيح افترى الكيف، بس هذا الممر ما شفناه ابد. تقدر تعبر له حتى نشوفه؟ تخزين هذا المكان؟ هاي صحيح، احنا عثرنا بحثنا بكل مكان بس ما رحنا هذا المكان. يلا اوكي بس اشمر الحبل حتى تجي على ذي الجهه. اوكي يلا هسه خليني اشمر الحبل، يلا هسه اوكي خليني اجي. يلا هسه وصلت، بس اوكي بعي كوني كلش حذره، احتمال اكو وحش هنا. اوكي يلا خلينا نصعد، هسه شو نسوي؟ بس احنا صحيح هذا المكان ابد ما اجينا، بس شو اسوي؟ اوكي خليني اشمر الحبل واصعد على السريع. يلا هسه صعدت، بس وين نروح هسه بعد؟ اوكي تعال خلينا نجي. صحيح هذه علاجات موجوده. اي صحيح، بس احنا عثرنا على العلاجات. بس انا حتى ارجع لطبيعتي. اوكي بس شو راح نطيج؟ راح نطيج اوكي راح نطيج هذا العلاج الاخضر، يقول هو راح يرجع لطبيعتك. يلا حتى اشربه. اوكي يلا هسه خلينا اشرب العلاج. يلا استعجل يا سمينه، خلينا نشوف بكي ترجعين. هاي صحيح هذا رجع
ياسمينة رجعت الطبيعة تبو. لحد يلا باي ياسمينة، بس احنا لازم نروح ونرجع، بس انت يمسين رجعتي طبيعتك حتى تساعديني. لحد يلا اخذي هذا سيف الدايموند. اوكي يلا اوكي، انا لازم هسه اروح وقتل هذا التنين الاخضر حتى تخلص من عندي. اي طبعا، رجع كل الناس طبيعتها. يلا تعالي على السريع، لازم هسه نروح ونروح على التنين حتى بد ما نتاخر. يلا يلا امشي. يلا تعالي يا سمينة، خلينا نرجع لبوابتنا. بس هاي شنو؟ هسه احنا رجعنا، بس هاي شنو صار الليل هنا؟ زين احنا نقدر نروح حسن القاتل التنين؟ لا لا ما نقدر هسه، تأخر وقت، لازم باكر من الصبح نطلع حتى نقاتله. اوكي اوكي، لحد يلا خلينا نرجع حسن البيت حتى باكر من الصبح نجي ونقاتل التنين. يلا تعالي. يس صار الصبح، يلا اني خل اقعد، بس انا اليوم كلش متحمس لان واخيرا قدرت ارجع ياسمينة طبيعته، وحتى انا قدرت اعثر على التنين. عثرت على البوابه اي طبعا، بس جبت هذا السيف ولازم اقاتله حتى الناس كلهم يرجعون لطبيعتهم. بس اوكي شو اسوي؟ ها خل اقعد ياسمينة حتى تجي تساعدني. ياسمينة اقعدي اقعدي. نعم نعم سندي فوز، اقعدي على السريع، احنا لازم نروح حسن نقاتل هذا التنين حتى يرجعون كل الناس طبيعتهم. اوكي اوكي يلا شو الساعه السريع؟ خل نروح نقاتله. يلا تعالي. يس احنا وصلنا، يلا تعالي يا سمينة، بقيت بس يا البوابة الخضر. اوكي وانا متأكد يا راح تنقلنا الى هذا التنيني. بس خلنا ندخل على السريع حتى نساعد كل الناس. اوكي اوكي يلا تعالي. يس احنا جينا لهذا المكان، بس بوع يا سمينة شفتي احنا يمكن داخل شجرة. شنو اوراق كل شيء واية؟ اي طبعا اوكي، لازم بس نكسر الاوراق وبعد حتى نطلع نشوف شكو موجود. اوكي اوكي يلا خلنا نطلع على السريع. بس احنا وين جينا؟ هاي صحيح، هو هذا المكان اللي موجود بيه التنين، باي حتى بيه ببغاء نفس اللي حولك له. اوكي اي طبعا طبعا، احتمال هالناس كلها هيجي محولين ببغاء. بس احنا لازم نقتله حتى يرجعون طبيعتهم. اي صحيح، انا متاكد ذول ببغات مو كلهم ناس. بس يلا اوكي لازم احسن نبحث عنه، بس وين راح نبحث؟ اوكي يلا تعال، لازم نبحث هنا بهذا المكان كله لحد ما نعثر عليه. يلا يلا امشي. اوه هسه انا قد تعبت وبحثت على هذا التنين وابد ما عثرت عليه، بس يعني معقول يكون هذا التنين يعني طار وراح لغير مكان؟ سندي بود. نعم نعم يا سمينة. يا سندي بود انا شفت هسه هذا الجسر، واحتمال يودينا على جهه مقابلنا واحتمال نلقى هذا التنين. اوكي اوكي يلا تعدليني على هذا الجسر، وين صار هذا الجسر؟ تعال شوف هو الجسر احنا تقربنا له. هاي صحيح. شنو؟ لا مستحيل. اي هذا التنين. اي صحيح، واخيرا عذرنا عليه. اسمعني يا سندي بود، نعم. لازم نكون حذرين. اي طبعا التنين هسه نايم، لازم نحاول نقعده. اوكي اوكي بس بوح انتبه علي، لازم احنا من راح يجيب وجهه ونقاتله لين راح يشوفنا، احنا لازم نفتر من غير مكان ونجي نقاتله بحيث ما ينتبه علينا. اي طبعا طبعا هذه خوش فكره. يلا هسه بنبدا نمشي على كيف حتى نعبر على الجهه الثانيه. اوكي اوكي يلا تحت على البدايه، تحي وراي. اوكي من هنا حتى بد ما ينتبه علينا. يلا تعالي. اجيت اجيت. اي يا سمينة تعي باعي اسيات التنين، بس انا اتوقع هو نايم التنين. اي صحيح هسه هو نايم. بس يلا احنا لازم نجم عليه ونقتله. اوكي اوكي يلا تعي بس امشي على كيفك بحيث ابد ما يحس علينا. اوكي اوكي ورا راح نقتله بالسيوف مالتنا. إيه؟ وانا متاكد راح يموت. يلا يلا واحد اثنين ثلاث يلا يا سمينة اقتلي التنين على السريع. لا لا راح يجم علينا، اقتلي على السريع. موت موت يا تنين موت، هسه راح يموت التنين نتخلصي. يلا موت موت يا تنين، يا ما بقى شيء راح يموت. موت التنين وقدرنا نتخلصي. يا ناس هسه احنا كنا تحولنا ورجعنا طبيعتنا. يلا تعال يا سمينة، هسه باعي الناس كلهم رجعوا طبيعتهم. هسه انا كلش مشتاق لمدينتي، انا لازم ارجع لمدينتي. بس وين مدينتك؟ انت ما تعرفين، باعي انا اسمي سندي باد ومدينتي هي بغداد. يلا اوكي نقدر اجي وياك لبغداد حتى اشوفه. اوكي اوكي يلا تعال هسه لازم نرجع البوابة مالتنا وراها نرجع نروح لبغداد. يلا تعالي. يلا يلا امشي. ولينا حبايب صناعة الفيديو اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. انا نلتقي بفيديو جديد، مع السلامة.